قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن عملية عسكرية برية إسرائيلية كبرى في مدينة رفح لن تهزم حركة حماس. وفي تصريح صحفي أشار كيربي إلى أن بلاده اقترحت على إسرائيل أساليب بديلة لهزم حماس لا تتضمن عملية كبيرة في رفح، وقال إن واشنطن يمكنها مساعدة تل أبيب على استهداف قادة حماس بمن فيهم قائد الحركة في غزة يحيى السنوار.